تحيتها لنا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعليه نتوكل ومن الله دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح المميز الذي يحمل منافساتي وتحدياتي سن الثنايا، لينطلق شوطنا التاسع والذي يحمل منافسات الابكار من فئة المحليات الاصايل. نتمنى التوفيق دائما للجميع. مباشرة نسير الى المركز الاول الى ريمة لحمد بن خويتم بن بخيت العامري، بينما المركز الثاني الوارية تأتي بشعار حمد بن قطامي بن سعيد الخيلي، انتقل الى المركز الثالث ليجد القدوم الاخر هناك من الشام خالد محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، انتقل الى المركز الرابع. رابع المراكز حضور جميل وانطلاق من شواهين سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي، بينما المركز الخامس فوصلت العنود لحمد بن غانم بن حموده الظاهري، بينما المركز السادس العزوم لسالم بن علي بن خميس العمري، بينما انتقل الى المركز السابع. وسابع المراكز تصل فيه وتتحرك في هذه اللحظات هنا اليازي لساري بن بلوش بن براك المزروعي، بينما انتقل الى المركز الثامن. وثامن المراكز هي ليالي لمحمد بن حارب بن حادة الاكتبي، بينما المركز التاسع وصلت وتحركت في هذه اللحظات الجموح للشاعر مبارك بن حمد العود العامري، يصل شاعر المليون ليتحرك بشعاره ويتقدم مع الجموح، بينما انتقل الى عاشر المراكز لأجد الحضور هناك من أثير لخليفة بن هزيم بن محمد المسافري. هذه النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة عن الفوز والانتصار من خلال تواجد هذه الأسماء والشعارات التي تبحث عن الفوز. أعود إلى المركز الأول إلى ريمة، ريمة يا ريمة يا ريمة، هي على المركز الأول حمد بن خويته بن بخيت العامري، يتصدر القائمة يتصدر المشهد ليكون على صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني فهذه العنود لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يتواجد على المرتبة الثانية، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث إلى اليازي، إلى اليازي اليازي لساري بن بلوش بن براك المزروعي، يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس سمحة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. أما المركز الخامس فهذه هي أيضا الشام خالد محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، ينطلق بانطلاقة مميزة ويتحرك بتحرك جميل بانطلاقة مميزة، بينما المركز السادس فهذه الواصلة والمتحركة وصلت وتحركت في هذه اللحظات الوارية حمد بن قطامي بن سعيد الخيلي. الجموح أيضا تتحرك، الجموح تتقدم، يقدمها بومسلم هنا مبارك بن حمد بن عود العامري العامري، يتحرك بآماله وطموحاته الدائمة دائما من خلال هذه الاندفاع الجميلة هنا، بينما انتقل وتحرك في هذه اللحظات وتقدم في هذا المستوى الجميل على المركز الثامن. وثامن المراكز المتقدمين والمتحركين وصلت أثير خليفة بن هزيم بن محمد المسافري، وصل المسافري وتحرك وبدأ يتقدم في هذه اللحظات، كذلك الوصول، وصل ايضا وصلت وتحركت
بشاير يقدمها سالم بن سعيد بمنانه الكتبي، يتحرك المتحدي يقدم لنا هذا الاسم من خلال تواجد بشاير وتحركاتها المستمرة. الله الله الله، المركز العاشر، هذه هي القادمة، محبة لسعيد بن مبارك بن حليس الوهي بهذه النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى التي تبحث عن الفوز وتبحث عن الانتصار. ولكني بعود إلى أبو حمد، بعود إلى المركز الأول، إلى السمحة اللي على الصدارة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. بن عويضان يتقدم هنا بشعاره الكبير وبجماهيره، بجماهيره، بمحبيه، بمشجعيه، ياتي في هذه اللحظات ويتحرك مع سمحة. اما المركز الثاني فالوصول من ريمه يا ريمه لحمد بن خويت بن بخيت العامري. انتقل الى العنود، 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 حمد بن غانم بن حمود الظاهري بو غانم يتحرك مع العنود، يقدمها لنا بمستوى جميل، بشعار مميز، بأداء تحمله الأصائل دائما، بتحدياتها الكبيرة. بينما وصلت الجموح، وصلت الجموح على المركز الرابع جموحا قادمة لمبارك بن حمد بالعود العامري. بينما انتقل الى المركز الخامس لاحضر بحضور هذا الاسم، وصلت اليازي، اليازي، اليازي لساري بن بلوش دم براك المزروعي على المرتبة الخامسة في ترتيب مسار الشوط. بينما المركز السادس فهذه الوارية لحمد بن قطامي بن سعيد الخيلي. بينما المركز السابع عثير خليفة بن هزيم بن محمد المسافري والعزوم لسالم بن علي بن خميس العمري. وصل، وصلت زعفران وتحركت زعفران لسعادة فرج بن حمود الظاهري. فرج بن علي بن حمود الظاهري يتحرك بزعفران لتصل بهذا المستوى الجميل بانطلاقة مميزة، بتحرك يحمل إثارة هذا الشوط، إثارة هذا الشوط. يا سلام، يا سلام، ولعت المنافسة، ولعت ما بين الشعارات. لكني بعود، لكني بعود إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى صدارة الأداء، إلى المنافسة القوية هنا ما بين الشعارات، ما بين الشعارات. ريمه وجموح، ريمه والجموح، الجموح، 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 طارت إلى المركز الأول، طارت إلى الصدارة. يقدمها مبارك بن حمد بالعود العامري، العامري ينطلق هنا بالأداء الجميل، ينطلق بهذا الأداء الكبير مع الجموح تطير. ولكن المحاولات من اليازية للمركز الثاني لساري بن بلوش بن براك المزروعية على المركز الثاني بدأت بالتحدي. الجموح واليازي، اليازي والجموح، اللحظات الأخيرة، اللحظات المريرة، اللحظات الكبيرة. هنا الصدارة، الصدارة مع اليازي، واليازي هي مع الصدارة، والجموح بالمركز الثاني لمبارك بن حمد العود العامري. لكن اليازي، اليازي تطير نحو الانتصار ونحو الفوز هنا مع ساري بن بلوش بن براك المزروعي. عادت الجموح، عادت الجموح لمبارك بن حمد بالعود العامري. اللحظات الأخيرة، اليازي، 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 اليازي على المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك اليازي ساري بن بلوش.
الدوش بن براك المزروعي من انتزع ناموس هذا الشوط بكل قوة وجدارة. تهانينا لمالك اليازي ساري بن بلوش بن براك المزروعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني الجمهور المبارك بن حمد العود العامري، المركز الثالث كانت هناك مع المركز الثالث هي ايضا الواصلة مع ريمة حمد وخويتم بن بخيت العامري، المركز الرابع شواهين عبد الله بن سيبر عبد الله الكتبي، والمركز الخامس كانت العنود لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. اذا متابعينا الكرام المنافسة كانت جميلة واليازي هي البطلة. تهانينا والناموس لمالك اليازي ساري بن بلوش بن براك المزروع على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. والتوقيت الزمني المرافق لها لحظات وصولها وانتزاعها للمركز الاول، هذه هي لحظات الوصول هنا بهذا الاداء الجميل. هنا نتابع ايضا توقيت المركز الاول واليازي من انتزعت هذا الناموس وحققت هذا الفوز لساري بن بلوش بن براك المزروعي. هذه الإعادة وفي الإعادة نجد التوقيت الزمني إذن هنا 12 دقيقة 15 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. بهذا تسجل التوقيت الأفضل اليازي لساري بن بلوش بن براك المزروع ثاني للناموس. المركز الثاني 12 دقيقة 16 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجموح مبارك بن حمد العود العامري من انتزع المركز الثاني والمركز الثالث. كانت هناك على المركز الثالث هي ايضا ريمة لحمد وخويتم بمخيط العامري. توقيتها الزمني 12 دقيقة 21 ثانية سبعة اجزاء من الثانية. المركز الرابع شواهين عبد الله بن سيف عبد الله الكتبي، والتوقيت الزمني للمركز الرابع 12 دقيقة 22 ثانية جزء واحد من الثانية. اما المركز الخامس فكانت العنود لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والتوقيت الزمني للعنود لحظات وصولها بالمركز الخامس 12 دقيقة 22 ثانية تسعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.